عن ماي، كلميني عن الشباب والشابات. اول حاجه انا هقول لك ميرسي جدا، احنا دي السنه الرابعه اللي نطلع فيها معاكي، و يعني انا بحب اطلع دايما بحاجه تحترم الناس اللي احنا طالعين لهم وتحترم البرنامج اللي احنا فيه، فدايما بنطلع ببوزيتيف انرجي وبحاجات ايجابيه وبنجاح وبحاجات كلها تدعو للتفاؤل. فانا عايزه اقول لك ميرسي جدا ان انت بتساعدينا ان احنا نعمل ده. اشكرك، وانا ببقى سعيده ان انا يعني مش بساعدكم، بنور على حاجه المجتمع محتاجها. انت بتساعدينا فعلا. يعني احنا ما بنعملش اعلانات خالص زي ما انت عارفه، وده مش اعلان خلي بالك. لا فانا قصدي ان ان وجودنا مره في السنه معاكي بيعرف الناس احنا بنعمل ايه من غير اي يعني قوليلي بقى، احكيلي على اولا، انا شايفه ان هم عندهم عجل يعني او يعني كراسي متميزه، فدي قوليلي الكراسي، وكراسي مختلفه. انا عايزه اقول الاول حاجه، احنا السنه دي قررنا، احنا السنين اللي فاتت كنا بنطلع باعضاء من المؤسسه غالبا بيبقوا حالات شلل نصفي. حالات الشلل النصفي دي ممكن نقول ان هي تعتبر من اسهل الحالات. قررنا بقى السنه دي ان احنا نخش في تشالنج اقوى، دايما البار بيعلى. بس يا ياسين، بس يا ياسين، هو عايز يطلع ياسين وعمال يلعب قدام الكاميرا. بس يا ياسين خلي الناس تركز مع طنط ناي بتقول ايه. هرجع لك تاني، بطل شقاوه، بس هو جميل ومسلي جدا. قلنا بقى السنه دي هنعمل حركه اقوى شويه ونريز البار اعلى. انا عايزه اقول ان هند شلل رباعي، شلل رباعي للناس ما تعرفش، ما بتقدرش تتحرك ولا النص التحتاني والجزء الفوقاني بصعوبه، ساكنه في الزقازيق، بتاخد القطر وبتيجي وعايشه لوحدها. فانا قصدي ده نموذج لشلل رباعي، حاجه يعني رائعه. هاني ضمور عضلات، ضمور عضلات ده غالبا الناس في مسخره. يا بص هنا خليك ركز معايا يا ياسين، بص لي انا شكلي حلو. بيلعبوا. طب بص لي دي مش اللعب بس، ماشي سيبيه سيبيه خلاص. هاني فهاني ضمور عضلات، فئه الضمور العضلات في مصر دايما بيقولوا ان هم مهضم حقهم. انا مش هتكلم على هاني لان هاني قادر ان هو يتكلم على نفسه، هو بيمثل فئه ضمور العضلات وبيمثل الصعيد المصري وبيمثل موظف في البنك الاهلي المصري، ولازم نحيي البنك الاهلي فعلا على ان هو بيساعد اصحاب القدرات الخاصه. بالظبط كده، فده نموذج برضو نجاح رائع، حاجه تشرح القلب بصراحه. يعني اوكي، نيجي بقى لزياد زياد بطل السباحه وطالب في مدرسة. طبعا احنا هنيجي بقى في موضوع المدرسة، ان عنده يعني معلش انا بستخدم برضو مكانك، علشان احنا المفروض ان احنا في عام الاعاقة، وسيادة الرئيس المفروض ان هو يعني بنسعى ان احنا نعمل حاجة كويسة لكل الناس. فزياد مثل للمدارس النظار بتوعها، انا معرفش النظرة شخصيا، بس يعني احب اقول ان لازم الناس اللي تتعين في اماكن زي دي لازم يكون عندها اصلا القدرة على قبول الناس. ما ينفعش يعني، ممكن برضو زياد يتكلم عن نفسه، انا مش عايز اتكلم بنيابة عن حد، بس هو مثل لطفل عنده 9 سنين المفروض ان هو يعيش حياته بطبيعية وبطل، وعنده مشاكل في المدرسة رهيبة، ويعني مش ممكن.